السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي أينما كنتم. لازلت متواصل معكم مع هذه الحلقات في مدارسة كتاب الله عز وجل، صفحة صفحة، آية آية، كلمة كلمة، وخذوا ما يفيدكم واتركوا ما يربككم. بس احنا عدنا حصر وعدنا توجيه وعدنا تدبر، وكل كل كل هذا يأتي في مكانه في موضعه. أين وردت الآية من بعد ما تبين لهم؟ ثم اضبطها. الجواب: وردت من بعد ما تبين لهم 4 مرات في القرآن الكريم، في السور البقرة، التوبة، وفي سورة محمد موضعان. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، إلى آخر الآية 109 في التوبة. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعوذ بالله من هؤلاء. إن الذين ارتدوا، في سورة محمد 25 و 32، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. كذلك في الآية الثانية 32 في سورة محمد جاء بعدها الهدى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. إذن من بعد ما تبين لهم الهدى في موضع سورة محمد، وبعدها في بقرة الحق، وأنهم أصحاب الجحيم في سورة التوبة. لاحظوا بعد أحبتي، في آية البقرة أتت كلمة الحق، ونربط حاء الحق مع حاء حسد التي جاءت قبلها في نفس الآية. حسد الحق، قاعدة الموافقة والمجاورة. وفي سورة محمد صلى الله على سيدنا محمد أتى بعدها في الموضعين كلمة الهدى، هذه أيضا بالنسبة لي ما راح تلتبس علي، ولكنه في سورة التوبة جاءت أنهم أصحاب الجحيم، لأنه كان هنالك استغفار للمشركين، لكنه جاء بعد ذلك النهي لأنه تبين أنهم من أصحاب الجحيم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ملاحظة في سورة النساء الآية 115 أتت له وليس لهم بالإفراد، فانتبهوا أحبتي، الآية 115: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. في سورة الأنفال أيضا جاءت مختصرة، فانتبهوا، بعد ما تبين، ماكو بعدي أو من، بعد ما تبين. أنا أريدها حتى أنه أنا يكتمل عندك الصورة القرآنية، ما يعني بما يطابق أو يشابه هذه الألفاظ. يجادلونك في الحق بعدما تبين، أول صفحة من سورة الأنفال، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهذه نضبطها على قاعدة العناية بالآية الوحيدة، بعدما تبين. فائدة تدبرية: فاعفوا واصفحوا، ماذا عليك ألا يعذب أحد بسببك؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كل الناس مني في حلم، فاعفوا واصفحوا، ماذا عليك ألا يعذب أحد بسببك. سبحان الله. سؤال جديد: أين وردت حتى يأتي أو يأتي ثم اضبطها؟ وردت 3 مرات في القرآن الكريم، في السور البقرة، التوبة، الرعد، ونضبطها بالجملة الإنشائية: حتى يأتي التائب ببقرة رعد. بقرة، رعد، توبة، حتى يأتي التائب، صارت جملة إنشائية وصار بها لها معنى، حتى يأتي التائب ببقرة رعد. المواضع: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم، الآية 109، قال: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. والتوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، إلى أن قال: ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لاحظوا: يأتي الله بأمره، البقرة، التوبة، بأمره، ماشي. الرعد: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، إلى أن قال: أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله
إن الله لا يخلف الميعاد. هذه الآية رقم 31 في البقرة. والتوبة تطابقت حتى يأتي الله بأمره، وانتهى اسم السورتين بتاء مربوطة، فاجعله علامة لك. البقرة، التوبة، وفي الرعد أتت كلمة وعد، حتى يأتي وعد الله. نربط بين عين وعد مع عين اسم سورة الرعد على قاعدة ربط حرف من الموضع المتشابه مع حرف من اسم السورة. ولو لاحظتم إن الله لا يخلف الميعاد، الميعاد الوعد، حتى لا أنسى، حتى يأتي وعد الله. ملاحظة، وردت في سورة آل عمران حتى يأتينا، وردت في سورة آل عمران حتى يأتينا، ما حتى يأتي، وفي الآية رقم 83 الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. وهذه نضبطها على قاعدة العناية بالآية الوحيدة، فانتبهوا أحبتي في الله. وأزيد شغلة، البقرة والتوبة والرعد ليس في اسمها، في اسم هذه السور حرف النون، وفي آل عمران فيها نون، فأنا أقول يأتينا هذه النون، أربطها مع نون عمران حتى أنا أميزها، جاءت في البقرة والتوبة والرعد يأتي، وفي آل عمران يأتينا. ملاحظة ثانية، وردت في آخر سورة الحجر حتى يأتيك، آخر سورة الحجر، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذه أيضا القاعدة، قاعدة العناية بالآية الوحيدة، طبعا يأتيك اليقين المقصود بها الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا أحبتي في الله. سؤال جديد، أين وردت الآية وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله؟ وردت مرتين، في البقرة والمزمل. البقرة الآية 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. في المزمل آخر آية من سورة المزمل، هي آية طويلة، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، إلى أن قال وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. جاء بعدها في البقرة إن الله بما تعملون بصير، وفي المزمل هو خيرا وأعظم أجرا. ونضبطهما على قاعدة الترتيب الهجائي، الهمزة من إن قبل الهاء من هو التي جاءت في سورة المزمل، هو خيرا إن الله بما تعملون بصير في سورة البقرة. فائدة تدبرية، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بعد أتعاب الحياة وآلام الموت وأهوال البعث وفزع القيامة، إذ بالأنس من حولك أعمالك البيضاء تحيط بك من كل مكان، فأكرموا أنفسكم بالطاعات يرحمكم الله، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.